انما الكره اللي فاتت اللي جت امام منا يبقى عاوز يلعبها في وش رجله زي الشيخ طه زمان كان طه من رجله هذه الكره اللي طلعت ضربه رمزيه ضربه رمزيه لانها مصر يبقى مره ثانيه غيص عليا غير تطفيل الشعر ما فضلش غير احمي كمان كعادل اوعى يا شفاف بالذمه دي كره تقلش دي كره تقلش انت راحتها من الصبح عماله تقول لك في الاحمر مفيش فايده سيبني في حالي يا اما الله لا يسيء نبدا الحكايه كده شكلها عاطفي يعني انت بتحب يا واد من ورايا اه بحب انك تسيبيني في حالي ايه ده انت من دلوقتي هتخسرني عشانها امال لما تتجوزها هتعمل ايه هتحطني في الوفاء والامل ياما كتير قوي اللي بتعمليه ده كتير قوي انا سايبك استنى ماشي صاد ايه اللي يا سفالي عن امك يعني تكتبها لي باسمي ده بيقولوا في مسلسل على قناه ثانيه يلا يا رخم الله يا عيني عيشنا وشوفنا جه الزمن اللي مصر تبقى فرحانه انها تعدت مع توجو والجابون بس كوني المنتخب ده نعمل فرقه صاعقه على حق ربنا اجيب الواد طلحه راغب ومعاه عمرو عبده وعمرو الداني واحط عليهم احمد عيد عبد الملك ويا سلام بقى يا سلام بقى لو الواد محمود عبد الحكيم بتاع البتروجيت في الدرجه الثانيه بيلعب تحت الاثنين راس حربه تسرو منه للجون على طول ويا عيني يا عيني على هاني الحسن الهفريت بتاع الترسان ساحر والعب براس حربه واحد حماده شنح والهجمه المرتده وجول وخلص الماتش 4-1 وعايزين سمير كمونه يا خالد اشمعنى الاكل محتاجه بتاكل زي اكل الحمار في النجيله لا الحمار بيشبع ولا النجيله بتخلص طب وحياه ابوك شويه نجيله بالثوم اوعى ايامك